بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 55 من دروس الفقه المالكي في هذا المسجد المبارك العامر، مسجد التقوى ذراع بن خدع تيزي وزو. نشرح أركان عقد الزواج. عقد الزواج هذا هو العنوان. نبدأ بأركانه. أركانه، كي تقول أركان معناها لا يمكن الاستغناء عن الركن، معناها حاجة ضرورية، انديسبونسابل، ضروري لازم. صاحب المختصر الفقهي سيدي خليل إن أركان عقد الزواج، عقد النكاح، أربعة، اللي هي الولي، زيد الصداق، تعممت مهر، زيد المحل، من بعد الصيغ. هذا هو. ابن رشد وغيره يقول كلا خمسة. المحل هذاك داروا العاقدان، الزوجان، يعني الزوج والزوجة، ولو خمسة. والإشهاد سيأتي بيانه، هو أيضا واجب، نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. موضوع الشهادة والإشهاد فيه تفاصيل دقيقة ومهمة، سيأتي بيانها في الدرس القادم. اليوم في حدود الوقت المتاح نبدأ بهذه الأركان. قبل ما نبدأ الأركان، بينوا أن عقد الزواج هذا أمر سنة كونية، سنة كونية، هو من أصول الكائنات، كل الكائنات الحية لازم تكون الزوجية، والزوجية سنة كونية وسنة في الخلق. ربي اللي قدر باش الدنيا تمشي هك، ذكر أنثى، ذكر أنثى. في عالم البشر كاين ذكر أنثى باش النوع البشري لا ينقرض، لا ينقرض، يعني كفويرة الدنيث الفذا تستمر الحياة في الكون إلى أن تقوم الساعة المثل هي الدنيث. طيب في عالم الحيوانات كيف كيف، إلا الذكر إلى أنثى للحيوانات، أما ذي الحوث، أما القزقران، أما الخرفيان، أما ذي الملوك، أنا سنة كون في كل شيء، في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. لذلك رب سبحانه كي قال في سورة الذاريات الآية 49، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كلمة من كل شيء يعني كل شيء، سوز اكسبسيون، ما كانش كل شيء. نبدأ بالركن الأول، يلا نبدأ بالولي. الولي يا جماعة الخير هو شخص منحه الشرع سلطة التزويج، ولاية التزويج للمرأة فقط، هذا باختصار. بمعنى ثمطوث إلى قص الولي، لو تيتور إلى قص الولي، إلى قص الولي ذن تسا التي يفكن بعد مثق قبل نتساف. سوف يأتي الرضا سنذكره الآن بعد حين. إذن الولي جايث مثلا الشراه دينا النبي عليه الصلاة والسلام ناد لا نكاح إلا بولي، وفي رواية وشاهدي عدل. معنى النبي عليه الصلاة والسلام إن دي لقذي الولي. هذا الحديث خرجه الإمام الأئمة، منهم الإمام أبو داود والإمام ابن ماجة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث إذ نجمعة الخير لا نكاح إلا بولي، شكون اللي رواه؟ أبو هريرة، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، هذو كامل وغيرهم من الصحابة والعلماء اللي أكدوا عليه، علماء التابعين وغيرهم، اللي قالوا بأن الولي ركن، ركن. نقول على سبيل المثال الأقطاب الكبرى، الحسن البصري،
زيد عبد الله بن المبارك، زيد سفيان الثوري، زيد عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، وكمل وكمل وكمل. وبعدين العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني الله يبارك، قرأوا كاع السنة وخرجوا قرأوا القرآن، يعني استنبطوا الحكم من الكتاب والسنة. حنايا درك في القانون تاعنا لا لوا 94/11/05/02 المعدل المتمم يقول لك الزوجة المرأة الراشدة ممكن تزوج نفسها بنفسها، المهم راشدة، وزاد قال لك بحضور وليها. هذه حضرت فكرسي كرسي مليح، أو أي شخص آخر تختاره، بمعنى الطفلة تربيها كي يجي وقت الزواج نتاعها ممكن تقول لك يا بابا ماشي انت، أنا نخير واحد آخر، هكذا يقول القانون لارتيكل 11 المادة 11 القانون 84 11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 الغالب. هذا الجزائر نتاعنا، ونتمناو باش المادة هذه تتبدل. هذا واش نقدر نقول، لأنها تبروفوكي لا سوسيتي ولا لا؟ لا القانون نقول لكم المادة وانتم شوفوا، إذا غلط تقول لك غلطان، تقول أو أي شخص آخر تختاره. ما كاش مي با الترتيب، خطر الأولياء كاين ترتيب ولا لا؟ لا يلا شكون اللي قال الفاتحة؟ في الفاتحة أو الإمام تاعنا الشيخ محمد وهنا يقول وراه ولي الطفلة باباها صح؟ فذاس ما إلا ظرف معين دميس، ما إلا يعني ترملت البنون يحتوا المرتبة الأولى ذماس فذاس في من جوجارك فذاس جديس يماس يماس الشقيق سفاس يماس الأخ الشقيق مولا شيت الأخ من جهة الأب الأخ من جهة الأب يماس فافاس مولا شيت عميس عميس الشقيق عميس فافاس يعني هناك ترتيب الأولياء الأقرب فالأقرب. هو المادة القانونية نرجع المادة 11 تقول أو أي شخص آخر تختاره، والله ما هي مليحه، ماشي مليحه تماما يا اخي. حنا شعب جزائري مسلم اسيدي، وكيفاه كيفاه تجيب كذا تصدم على لا ينفعش. باش نقول احيانا غفله، كاين غفله، مانيش نقول اللي دار القانون مع اللي دار الرجال، يعني غلط غلط غفل، وربي قال ولا تكن من الغافلين، معناتها مليحه قرص قبيلي ثير الشغل كملتاس يتسقل هذه فافيس. واحد كي يخدم مادة قانونية هكذا بسرعة تفوت كيفاش واش درنا؟ ايه درنا حاجة كبيرة، هذه ماشي مليحة تماما، وأكدت عليها قصدا باش نفهموا باللي هذه المادة أولا هي لا تطبق عموما، لا تطبق يعني لأنه كيف هذا الشعب تاعنا كيفاش ديجا حتى الشاب هذاك ماشي هو اللي يطلب ولا لا؟ لا كاش نهار سمعت الإجابة والقبول الصيغة بعدين نتكلموا عليها. هي نورمالمون الراجل اللي يتزوجها هو اللي يطلب، يقول لبابة الطفلة زوجني بنتك، وبابة الطفلة يقول قبلت ولا لا العكس. ولكن حنايا عندنا عرف، عرف كاش واحد الشاب يهضر قدام باباه، هذا ممكن، هذه ممكن جائزة شرعا، ولكن العرف يسمح بذلك، يعني يسمح باش ماشي الشاب اللي يدير الصيغة يديرها باباه بالقدر. إذا كان جده كاين بالك يقول جدي ولا لا؟ لا إذا كان الأب مات والجد ما كانش ممكن الأخ يقول الأخ الكبير،
حتى كي يكون ماشي الاخ الشقيق يكون الاخ من جهه الاب ولكن هو الكبير احيانا هما كيتنازل يقول نعطيها لعمنا العم وهذا اللي يالف بين الاسره وهذه اعراف اعراف حلوه بزاف علاش ربي قال وامر بالعرف ربي اللي قالك والقاعده العرفيه راهي محترمه ما لم تناقض الشريعه الاسلاميه سمحوا لي كثرت شويه الاقواس ولكن كلها ان شاء الله في المضمون يلا اذا نرجع الوالي سمعتوا الحديث ذكرناه ذكرنا الرواة نتاعو اذا الولي ركن ولكن فيه مساله مهمه وذكرنا ترتيب الاولياء تقريبا هكذا ما حبيتش ندخل في التفاصيل لنخليو العرف ايضا يخدم شغله الانتقال من الولي الاقرب الى الولي الابعد متى يكون مثلا يكون الاخ الشقيق يمسى شقيق غائب وكاين الاخ من جهه الاب يمس لاباس ممكن الولايه تروح للاخ من جهه الاب وما تروحش للاخ الشقيق اذا كان غائبا الغياب زائد الخاطب الكفء انه اللي خطبها يصلح كفء عنده الكفاءه خطر ايضا الفقه الاسلامي هذه ياتي البيان حدثنا عن الكفاءه الكفاءه هذه كلما احترمناها كلما تحقق الاستقرار في الحياه الزوجيه يعني كل يونيو غالمثليس هذه مهمه وذا شوذ الموازين ما شوذ الموازين وفغارك شماغي الموضوع قد قيمه كان ذاك اذا تنتقل الولايه من الاقرب الى الابعد في حاله غياب الاقرب يغاب وريزمير هذا يحضر وزيد دركازي ديوسان هذا يخضب اصمغ الفاتحه ذوني صلحا كفؤ للبيت خلاص ما نضيعوش الفرصه شوفوا المرونه نتاع الشريعه راسو بليس ما يقولكش لا نستناوه هاو كي نستناوه بالك يزيد عام عامين علاش نستناوه مادام هي راضيه وفيه الرضا الرضا لازم يكون معتبر الولي معليش ما يكونش الاقرب يكون الابعد وماشي حتى ماشي الاخ لاب يكون ابن العم الشقيق مثلا هذه وفي حالة ثانية حالة عضل الولي عضل العضل معناه الظلم سمحوا لي الاولياء كاين الاولياء اللي عندهم تعسف استبداد يقول البنت ما نزوجكش نو بلا سبا تغنانت كاينه هذه كاينه هذه مش مليحه هنا لو رفع الامر الى القاضي والقاضي ولي من لا ولي له طرق بيض كمان الاولياء ولكن الا ما كانش كاع هذول نروحوا للقاضي علاش تروحوا للقاضي القاضي صاحب الولايه العامه خاطر الولايه ولايتان كاين ولايه خاصه ولايتك على بنتك ولايتي على بنتي الى اخره هذه خاصه وهي اصليه ولايه اصليه خاصه هذا هو التكييف نتاعها وكاين ولايه نتاع القاضي هذيك ولايه عامه نيابية عن القاضي الأول في البلاد ولاية عامة ماشي خاصة ولاية نيابية ماشي أصلية والمرأة هنا يجوز أن تكون ولية بحكم ولايتها العامة تكون ولاية على المرأة هذه دقيقة خطر ما إلا ثم تجوج إيه زمان سيدي ولية لخطر هي ماشي ولاية أصلية الولاية الأصلية لازم الذكورة شروط الولي درك نذكروها
لازم تكون ذكورة، ولكن الاستثناء هنا استثناء دقيق جدا، هناك بعض العلماء رفضها، ولكن معظم العلماء قال كذا كصفتها، عندها الصفة لهذه ولاية نيابية بحكم الوظيفة بحكم المهمة اللي راهي ولية. مفهوم المسألة يعني باش نكونوا، وهذا الأمر الفقه الإسلامي ناقشها قبل ما تظهر كامل هذه الأمور. ترى بكري وين يكون المرأة قاضية ولا ما كانش؟ معلش نبقى في الموضح صافي. في حالة عضل الولي، إذا كان الولي مانعا ظالما للمولى عليها وتحققت شروط الظلم، هنا تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى القاضي، ماهوش الولي الأبعد. لا لا، لماذا؟ لأن الذي يملك ولاية رفع الظلم هو القاضي. أيوة، نروح الآن شروط الولي. الشرط الأول هو التكليف، لازم يكون مكلف الشخص هذا، بمعنى لازم يكون عنده العقل مع البلوغ، البلوغ مع العقل، والعقل مناط التكليف. وريت سيليري ونتيتور انت الدرويش. الشرط الثاني ذكورية، إلى قليلي ذكر، الفافاس الجديس الجماس العميس ذكر، وريت سيليري أنثى فتلقي حماية. سمحوا لي، ذا بعض الناس كي اللي يقول لك ودي يضرك ما نحتاجوش، بكري المرأة تحتاج، خطر بكري المرأة ما تقراش وثقرارة، ما تعرفش مسكينة تحتاج باباها جدها وكذا. ذرك لا لا، المرأة راهي طبيبة، المرأة راهي قاضية، المرأة محامية مهندسة، ما تحتاجش للولي. الشرع يقول هذه الولاية ماشي مربوطة بالقراية، لا لا، هو قيمة لها شرف لها، أليس كذلك؟ يعني الولي فيه تفاصيل كثيرة جدا ومقاصد كثيرة. الشرط الأول التكليف، الشرط الثاني الذكورية، الشرط الثالث الإسلام. أنا عميه، لا يمكن أن يكون الولي كافرا أو مسيحيا أو يهوديا، لا يمكن باش يكون يمارس الولاية على المسلم. نتكلموا على المسلمين، على الإسلام. الشهود فيها تفاصيل، حتى واحد كيتزوج واحدة كتابية ممكن الراجل يجيب مثلا شاهد مسلم، والمرأة الكتابية تجيب راجل مسيحي. هنا في تفاصيل سيأتي البيان في الدرس القادم. المهم، إذن الإسلام، وكان الشرط الرابع وهو الرشد. المقصود بالرشد أهلية الوجوب وأهلية الأداء، بمعنى أهلية الوجوب معناه صلاحية الإنسان لتلقي الحقوق، أما أهلية الأداء صلاحية الإنسان لتحمل التبعات وإبرام العقود وإجراء التصرفات. أهلية الأداء صافي، إلى قليل راشد صافي. ثقيل الولي كملين كمليث. أمر ثورة المحل، المحل مع المقصود الرجل مع المرأة، العاقدان الرجل مع المرأة، يعني الزوجان، الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة والمختاران، يعني زوجان مختاران خاليان من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة، بمعنى أرقد سمطوث أذيلين وسعين. الموانع اللي دي نشرحها كني، الموانع المؤبدة والمؤقتة، مثلا ولاش تطضى نتسا وري التضارة غير يماس نتساف نتسات التضارة غير يماس نتسا نغوث نتسو التضاري ثنت مطوث نغوث لارا ذي العدة الشرعية نغوث لارا في الإحرام. يا خوكي مانع مؤقت، ميم ثمطوث مال ذي الإحرام، نغرقز وخدمنا عقد الزواج. عقد الزواج مريلي محرم إلى حج غير عمره،
ولا خلي قال يخدم تيجي كلها موانع. ولازم مختاراني، مختاراني معنى سرضانسن ماشي بالسيف. لذلك الرضا العلماء يقارن لازم يكون الرضا المعتبر، الرضا المعتبر اللي يكون بغير إكراه بغير شونتاج، خاطر ممكن يكون بالشونتاج يعني ديلها لا كل هذا ممنوع. لازم يكون رضا معتبر سلفغي يردني غولاكي أي مولا أكيد نشرع النغ إيلاق ثمطوث أتسيلي ثقفل أرقز ديلي يقفل كل شيء سر رضا. أثن صفي نهضر ثورة في الولي نهضر في العاقدان المحل نهضر في ثم نهضر شوية في الصدق شوية في الصدق. الصدق ربي دينا دي القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ربي سبحانه ذكر الصدق وكان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اسمي الصدق اسمي المهر اسمي استعمامث قبيليث لو قلت قام فوتشيت. والصدقة هي أي ثلاثة ربي قال نحلة بكسر النونة ماشي بفتحها وتقرا النحلة ماشي تواتي زيزويت لا نحلة. دي شو الناس نحلة المعنى ماشي للسومة تمطوث ماشي للسومة فقي عربون المحبة عربون الوفاء ودليل على القدرة على القيام بمقتضيات الحياة الزوجية ذايا قيل معنى يس وصنط ذي أم ثون أخي قارن في ثون طيش قارن ثون طيش تورث غنوض أثون طيش أورث غنوض ذي الحرمة كان يدر النوض نغذ العز كان يدر النوض. أكي جماعة الخير حبيت نقول أنه ثعممت بكل شيء مباح ممكن تكون عقار ذخام نغتا مورث نغتا حانوت ممكن منقول ممكن طوموبيل ممكن ديذريمن ممكن إلى المهم ما تكونش حاجة محرمة لازم تكون حاجة مباحة. والمهر قيث مثلا قد يكون معجلا وقد يكون مؤجلا فعمام ما تشي شرط تسوفك ذينا ما تشي شرط إلا قد تفغ ذين أسفك 200 ألف ناس 600 ألف طاقم الذهب ناشو ما تشي شرط. أما كني زمرات فكن ذين أما كني زمرات وجلن. وإذا أجل المهر يقدم عند أقرب الأجلين. شكون هما أقرب الأجلين؟ يا إما الطلاق يا إما الوفاة. أنزوي ذي الوفاة. ما يموت ورقاز نسوري فكرة ثعمة مثينس قبل نفضو تريكا أدنكس القيمة نتاع مامث وثنف كيف نطوس وخطر وقي دين يسميه الدين الممتاز دين من الديون الممتازة مقدمة على سائر الديون ضدت إلى قد سوكس هذا مثل الوفاة ما يموت ورقاز إما ثموت مطوس أيضا ما ثموت مطوس أذ يغال في التركين سنتساف إلى قاف يفك إذ فاميل تنتمطوث باش هذي خشم في التركين اسمع شو ديجا أسيرنو ثعمام ثمي إلى الأجل وسين الطلاق. والمراد بالطلاق هنا هو الطلاق البائن ماهوش الطلاق الرجعي الطلاق البائن وليس الرجعي. بمعنى إذا كان الرجل طلق مرته طلاق رجعي ما تقدرش تقول له أعطيني المهر نتاعي لا إلا إذا ما رجعهاش حتى انتهت العدة الشرعية يعني خلاص العدة من تكفى العدة ذي نستيني الآن الطلاق صار بائنا بينونة صغرى تطالبه بالمهر المؤجل خطر بضد الطلاق البائن بينونة صغرى نغمة إلى الطلاق البائن بينونة كبرى أكا ويستحق كاملا استحقاق ينس للمرأة
يعني بعد الزواج بعد البناء وكذا، ولكن ممكن المرأة تستحق نصف المهر إذا وقع الطلاق بعد العقد وقبل البناء قبل العرس. إذا كان واحد دار الفتحة مع وحدة من بعد مثلا ضرب في شهر فيفري، هو طلقها في شهر مارس، هما باغيين يديروا العرس في الصيف، طلقها قبل ثمغرة قبل العرس، هذا الطلاق كيفاش نكلاسيوه؟ ماشي طلاق رجعي. درك بعض الشباب يديروها، وكاين منهم اللي يعفسوا الشريعة 100% سورتو درك يهضروا في التليفون شوية زعاف يطلقها، مازال ما كانش العرس هاو كيطلقها سي بون كما يقولوا هما سي بون فرديا باش يرجعها، ما يرجعهاش، لازم فتحة جديدة ولازم مهر جديد. يقول لك قلت لها غير في التليفون انت مطلقة وخلاص، لو كان راهي في الدار بعد ثمغرة عندك طلقة رجعية ميضرك. لا لا، هي طلقة واحدة ولكن طلقة بائنة، وهنا اللي كاين خطأ كبير اللي يديروه بعض الشباب. وكان بعد ما يكون عندهم أولاد يقول أنا طلقتها. إيه مال أخويا العزيز، أروفير كلش أروفير كلش. لماذا خطر طلقتها بعد العقد وقبل العرس؟ وين سيفران بعد الفاتحة قفل ثمغرة في الروياجي اسم بائن بينونة صغرى، بدليل أنها تستحق نصف المهر. إذا كم تفاهمين المهر 20 مليون تستحق 10 ملايين برك. ذكرت هذه المسألة قصدا خطر أحيانا سمحوا لي واش يصرى أنه الشاب مع الطفلة يتزعفوا يطلقها، وبعدين هو ما يخبرش باباها وهي تحشم. لو كانت تقول باباها طلقني راجلي يقول كيف ضرب ديجا طلقك، مازال ما لحقتيش ديجا طلقك صافي. يقول لهم لا يلا خبيو كل شوفرات بيسك ما على بالهمش. الا وين تسفرن اقشيشه اللي يبنوا يتقشيشت ويتخبي، راهي مولا عندي نتمطف ولا مولا نسى ولا نسى تنتخبر صافي كل شيء دي السر. أبراد كملن وقاذنا خطر يخدم من إمولان إذا غاد كملنا كني ونسى ذا قيد الحرام الحرام صافي لقد يعوزنا ظهر الفاتحة ذي لم يصن قاري المزن كوني هضو ربي تخرتي ووال تخرتي ووال إذا بعث كنا بريد الجدود وخلاص ولا شمينا والله ما إلا غمينا. يعني طريق الأجداد طريق آمن، هكذا علمونا الأجداد. ما كانش هذه العلاقة قبل حتى العرس، ميضو كاين تليفون، تليفون هذا يهبل وبعدين يجيب مشاكل وتكون مخالفات شرعية كبيرة. على بالي بلي واعر الدعوة، ولكن على الأقل نقولوا نهضروا ننصحوا. همة يا أخي همة من جهة دي مزورة، أنا والله ما ضغرص شوية همة همة. لذلك هذا إذن بالنسبة للمهر، فإذا كان وقع الطلاق بعد العقد وقبل الدخول ولو أخفاه الشاب مع الشابة، ممكن يخبيه، الطلاق واقع لا بد من عقد جديد ومهر جديد. وهذه أيضا فيها حكمة باش هذاك الشاب يولي يعص روحه، هاد الطفلة أمانة ماشي سبة صغيرة طلق إفكيك سلام. أنا مازال قبل ثمغرة جات في رضاس وراي ريحة صافي، إذا شفت تراجون يلا. بعد أخيرا بلا ما نطول، الصيغة الصيغة المراد بها الإجاب والقبول بفتح القاف، خطر كي قلت القبول بالضمة قبول خطأ قبول خطأ شائع نصححه. إذن
الصيغة تتحقق باقتران الإيجاب مع القبول. والإيجاب والقبول ذوال، معنى ما يظل في النسبة أذن تقبل ذاس كذا أسيدي فكي يسر كي ليك الفلان تقع يمي الفلاني، ويجي قرص الإيجاب هو الإرادة الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي. والقبول أسيني قفل هذه الظرف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في العادة، وهذه أيضا عرف قائم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي واحد ما يبداش الحديث قبل ما يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسيني ثم قفلا فكي راك يلي الفلان تقاني الفلاني، إما بلفظ النكاح أو لفظ الزواج وبكل لفظ يفيد معنى الزواج وبكل اللغات التي يفهم مرادها، قبيليث استعراف ستروميث انجليزيث، المهم ثم استفهاما والشهود انا غنرس من بعد ان شاء الله الشهود داغ لقد فهما هما الا قال الشهود تهضر مستروميث من جلوسين اثروميث الا قد فهما ولا ما تبذر ديس من طمطوثي لها تعرفي حذيري حذيري تجديك لقصك مازال انا عامير ثلاث شرعيث ثلاث جديث اي من ما تبغى من السلاك زرات بغى من السلاك بغى يكون سلاك ان تطفي شرعيث ان وذا جديث حاضر ثغث تروح الثقه دوك يروج دجاني مزوره اتونسيون الى قسم في كازال خطر ذا فريد السلاك يلا. والقبول لا بد ان يكون موافقا للايجاب في مضمونه في مضمونه مرسيني في كي كذا وكذا إلى خاسيني قبلها في كراك مي كراك اللي الفلا إميك الفلاني إلى ومن في المهر ومقدار المهر يعني في المحل وفي مقدار المهر. ولازم ما يكونش انقطاع يعني بين الإيجاب والقبول، هذا اللي اسمه اتحاد مجلس العقد. هناك تفاصيل دقيقة سيأتي بيانها في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.